السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي نوتريسيونيست كوسميتولوج إلابورونتي. ألوغ الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نجاوبوا فيه على بعض الأسئلة ديالكم. عرفتوا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ لي كيستيون هكا، غادي ندخل لابليكاسيون ديال يوتيوب وغادي نجبد لي كيستيون هكا متابعين. كاع لي كيستيون اللي غادي نلقى غادي نجاوب عليهم ان شاء الله. مهم تنا ماشي بزاف، ماشي كاملين، باش نخلي عاوتاني الوقت لمواضيع اخرى. ما عرفتش واش الطريقه غادي تعجبكم، ما يجيكمش الفيديو ممل. نتمنى كذلك يكون هكذا. الحمد لله، ان شاء الله تكوني بخير. احبك في الله لطيفه. شكرا بزاف بزاف لطيفه. والله بغيت هذا الفيديو يكون حتى اون اوكازيون باش نشكر كاع لي بوزيتيف اللي متبعيني، باسكو فريمون حسيت بكم واحد الجيش زوين بزاف، كله ايجابيه، كله معقول، كله صدق. فشكرا شكرا بزاف. وكنحس بالثقه ديالكم، وكنحس فريمون والله ما عرفت، سورتو ابري البوست اللي حطيت الاخير فريمون حسيت بكم بزاف ظهري. فشكرا لكم بزاف. الحمد لله غاليتي وانا احبك. ام سالي شكرا بزاف، احبك في الله. سميره راه كنقرا التعاليق متابعين، شكرا بزاف سميره. نحن كذلك نحبك ناديه. الوغ بزاف الله يطول عمرك لاله امام، محبوبه اليوتيوب، دمنا ايجابيات. شكرا بزاف ربيعه، الله يوفقكم يا ربي. امين. شكرا امينه. حتى حنا كنحبك كثيرا. موتشو عس اسبانيا، شكرا بزاف. سلطان نعيمه من اسبانيا، المهم شكرا لكم بزاف بزاف. لقيت بديت متبعه، لقيت اغلبيه ايجابيه وافتخر. يوسف تكون داخله من الكونت ديال الزوج ديالها يوسف. نحن ايضا كاين عاوتاني واحد التعليق على واحد البوست كنت نشرته، لانه كان وقع واحد التلاعب بال 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 بالاسم ديالي، دونك واحد الباغافاغ باسي قبطات واحد الفيديو ديالي، زولات البرودوي اللي انا كنت كنهضر عليه ولصقات واحد البرودوي عندها وسبونسوريزات الفيديو عندها في اليوتيوب وفي الفيسبوك بلوتو. وفريمون ما عجبنيش الحال، تواصلت معها صافي ان موا، قالت لي صافي غيزولوه. من بعد عاوتاني كنتفاجئ لقيت عاوتاني نفس هذا، وكتبت ان بوست لان ما عجبنيش الحال، سورتو انني تواصلت معاهم ونبهتهم وما خداوش بيا. ويا ريت كون كان غير نفس البرودوي اللي كنهضر عليه فهذا كنعتبرو شو تلاعب. من حطيت البوست سبحان الله لقيت واحد كمية ديال التفاعل، انا بزاف ديال الناس اللي متبعيني لاحظوا، ولقيت واحد كمية ديال زعما داكشي اللي تكتب غزال. شكرا شكرا لكم بزاف. وكاين اللي قالوا ان هادشي كيتعمل حتى الدكتور فايد واشخاص اخرين، فالله يهدي الله يهدي الله يهديهم علينا. شنو اخر خاصك تتابعيهم قضائيا؟ الله يهديهم. حنا عطيناهم غومارك، ف يسوفي ان البوست ديالهم كلشي لي بوزيتيف هجموا عليهم، و فريمون شي حاجه اللي انا ما بغيت كاع نوصل لهذا الشيء معاهم. فنتمنى ان هاد المره اللي بغى ياخذ شي فيديو ديالي ياخذ من عندي الاذن، ويكون اصلا خص يكون نفس البرودوي بعدا، ماشي تجيو تغشوا راحه بالغش قصير. عافاك، واش عندك فكره على منتجات بي يونيك؟ ما كنعرفهاش صراحه هاد لا مارك، ما كنعرفهاش، ما عرفتش واش ما فايتاش، ما كنعرفهاش صراحه. لاختي وصفات كلها رائعه وبسيطه في متناول الجميع. شكرا بزاف مراكي محمد، غتكون شي سيده من الكونت ديال الزوج ديالها. شكرا ليك وشكرا حتى للزوج ديالك. كل ذي نعمة محسود. زينب شكرا بزاف. فيتامين سي، فيتامين سي الغذائي واش نقدروا نحطوه في ماسكات؟ سؤال زوين بزاف. شوفوا كاين ديفيرونس ما بين لا فيتامين سي كوزميتيك وفيتامين سي اليمونتير، فيتامين سي ديال التجميل وديال الماكله. فيتامين سي ديال الماكله يعني مكمل غذائي، راه مهم حتى هو مزيان، وحتى هو كيفيد في حاله ما كاين نقص، فهو كيفيد بزاف وكيبانوا الاثار على البشره وعلى المناعه وعلى الجسم وعلى الجمال ديالك ككل. مي الكوزميتيك هذاك كيتحط في لي برودوي، وهذاك كيتحط بواحد الكميات قليله جدا محسوبه، والثمن ديالو اغلى بكثير من الاليمونتير. وحتى هاد الكوزميتيك في انواع، كاين لي ستابل كاين لي نون ستابل، كاين في بزاف ديال الانواع. دونك
الحرفيه في اختيار النوع مزيان، وتعرف كيفاش توظفوا ومعايا اش توظفوا باش يعطيك ان برودوي لي زوين. خاصك تشكي بيهم. والله ما انتو شتي نتوما وما خليتوش ليهم. انا راه بقى قريت التعليق، انا تخلعت. دخلي في الموضوع هادي فوزيه، دخلي في الموضوع كطولي بزاف. كنعتذر الا كنت شي مرات كنطول عليكم، ولكن بصح بزاف ديال المرات كنضطر انني نشرح داك التفصيل كيكون اهم من 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 مثلا كنت غنهضر واحد البرودوي، بعض المرات كنعطي واحد التفاصيل اللي كتقدر تكون اهم من داك البرودوي. يعني كيكون هذاك التفصيل اللي كنفصلو كيكون هو الافيد. فراه ما كنطولش، والله ما كنطول، انا ما كنلقاش راسي كنطول. انا بطبعي انسانه تفصيليه، راه العلوم راه هي التفصيل. الناس اللي كيكونوا سيونتيفيك كيكونوا دقيقين في التفاصيل، وانا بطبعي تفصيليه، كنبغي دوك لي ديتاي. ولكن والله العظيم الا كنت نجي نعاود لكم كل حاجه بالديتاي والله ما نسالي، راه كنحاول ما امكن نختصر. ولكن الا كنت فريمون كنطول عليكم سمحوا لي بزاف. عندك الحق اختي، انا مني قطعتها وجهي ولا حالته زاد عليا الكلف. كد واحد السيده سعيده كتهضر على كاروتون، على وانا ديجا حضرتكم من هذا الكريم هذا، الله يوفقك يا ربي سهام رادي، شكرا بزاف سهام. بما انك كتخافي هكا يعني ما عملتيش اللقاح، كنت فايت هضرت على هذا الامر. سي انا عملت لقاح من الناس الاولى اللي تلقحوا، وتلقحت الجرعات بزوج، وبكيت ملي تخشات الشوكه في دراعي، ولو انها ما كضرش وكلشي بدا كيضحك عليا. ولكن ما عندي ما ندير، خصني ندير اللقاح، لانني من الناس اللي كانوا معرضين انهم في كل الخدمه ديالي وداكشي معرضه انني نتقاس بالفيروس وهذا. كل واحد شوفوا لقاح قناعات شخصيه، اللي بغى يتلقح يتلقح، اللي ما بغاش ما يتلقحش. كل واحد، انا ما غنفتيش في هذه الامور. وكيضر لي خاطري ملي كنلقاو دي جون اللي نون بيولوجيست او لا نون فيرولوج او لا نون ميكروبيولوجيست، وكيهضروا في اللقاح بواحد الطريقه ما كيعجبنيش الحال، لان ما كيعرفوش في هذا الشيء، وحنا كاملين ما عندناش درايه كبيره على هذا الفيروس، ما تنعرفوش عليه بزاف، لانه فيروس جديد باقي عليه دراسات كثيره. ولكن نتمنوا من الله يلطف بينا. كل شيء ياتي ولا وصلتك بنتي النوبه ديال المخربين والفاسدين وعباد المال، ما سوقهم لا بضمير لا في سمعه لا في التوزه. خذ احتياطات قانونيه باش تسدي هذا الباب ان شاء الله. شكرا لك بزاف. هذا الامر داروه مع دكتور عماد فايد وبعض الدكاتره الاخرين، الله يهدي الجميع. اختي ايمان قولي لي النظام الغذائي ديالك. شوفي انا النظام الغذائي ديالي بحالكم. حيت واحد المره بقى عاقله كنت كتبت واحد البوست على السردين، وانا من الناس اللي كيبغيو السردين وكيبغيو الفوائد ديال السردين. راه اوميغا 3 فابور، راه كتاخذوا الاوميغا 3 فابور تاخذوا ملي تيكون رخيص. وكنت كتبت بوست، وكان صادف هذاك البوست كان تنشر عاوتاني في في الجورنال، يعني في نفس الوقت هو نفسه اللي كان تنشر. الوغ يجي واحد السيد ويقول لي كتضحكوا علينا نتوما تاكلوا الكروفيت والكالامار وداكشي، وتجيو تقول ناكلوا السردين. السيد يقول كروفيت كل الكالامار كل السردين كل الكبايله كل الشرم كل شيء، اي حاجه كلها خاصها غير تكون مزيانه وتطيب حاجه مزيانه. وشوفوا وكان واحد التعليق، كنت حطيت واحد الطاجين وكان واحد التعليق واحد السيده كتبات لي الحاجه المزوقه ما فيهاش الفائده، بالعكس لون ونوع طبقك، ذوقوا الاطباق ديالكم باش تفتح لكم الشهيه. راه الالوان ملي كت شويه خضر طماطيش ديال الفلفله وشويه حمر طماطيشه وشويه ليموني ديال الفلفله اخرى وشويه من هنا وشويه غوج ديال الفجل، وهكذا ملي الطبق كيتلون بالعكس كيولي احسن وحسن وحسن. نحن نتابعكم نثق فيك، وعند قناه واحده هي لا بوزيتيف ام سنبله. هاد السيده كنلقات علاقه ديالها بزاف، اون بوزيتيف اللي كنحترمها بزاف، كنشكرها بزاف، كدعمني بواحد الشكل كبير، شكرا ليها بزاف. وام سنبله الا كتشوفي هاد الفيديو انا كنبغيك بزاف بزاف بزاف. ادعيهم تابعيهم قانونيا الله يهديكم. اعتادوا على الغش، تيقين فيك، الله يحفظك. بغيت نسولك على شوفي الكلام ديال كوجي كلير، ما عنديش معاه. انا لاسيد كوجيك ما كنبغيش في لي برودوي، انا ضد اونتي هيدروكينون اونتي اسيد كوجيك. انا وحده منهم، مورا كورونا مشى لي الشعر ديالي،
بزاف والتي يخوفني. الله يرحم لك الوالدين، كلامك على صواب. وي وي ابخي كورونا بزاف الناس كيمشي لهم كيتساطق لهم الشعر بواحد بواحد الدرجه كبيره، سورتو انه حتى ارتفاع درجه الحراره ديال الجسم ديك لافيافور داكشي كيتبع يقدر يتبع تساقط الشعر. فمن بعد ما ان شاء الله كيشفى الانسان، وواحد المده خصو الوقت الجسم خصو واحد المده، من بعد ما بحال ما كان حتى شي حاجه باذن الله. الله يحفظك ويسر امورك حبيبتي، انا من المتابعين ديالك. الله معك. امينه من مكناس، شكرا بزاف لاله امينه، شكرا الناس مكناس، شكرا الناس فاس، الناس المغرب كاملين، شكرا الناس ديال الشمال ديال الجنوب وديال وسط المغرب، ميرسي بوكو. وشكرا للجزائريين، شكرا للتوانسه، شكرا لاي عربيه كتابعني واللي كيفهموا اللهجه ديالي، واللي ما تيفهموش اللهجه ديالي استسمح حاول نهضر بالعربيه الفصحى، ولكن لقيت راسي ما كناخذش راحتي بزاف، فسمحوا لي بزاف، يا ريت نقدر.